من بعد ما تابعنا عن مشروع شغف يا نور، رح نحكي أكثر عن دور التنمية أكيد بمشروع شغف. بصيرنا نرحب بمنظمة المشروع ريم الحايك. صباح الخير ريم، صباح أهلا الخير، اهلا وسهلا فيك، فيكي. اهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي على الشاشة الإخبارية. خلينا نحكي عن المشروع. هو فكرة جديدة لتنمية المسؤولية الاجتماعية. شغف، شو هو المشروع؟ أهميته اليوم في تنمية المسؤولية الاجتماعية؟ خلينا نحكي عنه أكثر. تمام، نحن طلعنا بفكرة شغف من كذا اختصاص بين كلية الفنون، جمعنا حالنا وطلعنا بهي الفكرة لحتى يكون الفن أقرب للمجتمع، حتى ما ينحصر الفن بالجاليريات يعني حصرا ضمن المجال الفني أو ضمن الفنانين التشكيليين. لا، حبينا نطلع نفتح بمكان عام مثل مجمع الأبتون لحتى نورجي الناس هذا الفن وحتى يكون أقرب لإلهم. يعني نحن رحنا لعندهم ما جبناها لعنا. نعم ريم، خلينا نحكي أكثر، مين هي الفئات المستهدفة بهذا المشروع؟ ويمكن قديش لحد الآن قدرتوا تصنفوا مين هن الفئات؟ تمام، بدأنا بالبداية نستقطب الأطفال. لما حسنا حالنا أنتجنا وعن جد عملنا شغلات مميزة مع الأطفال وحبونا، فحاولنا يعني نستقطب الكبار اللي أكبر بشوي، إنتاجية حلوة يعني. بعد فترة طورنا كمان صرنا نجيب فنانين تشكيليين ونعمل ورشات احترافية أكتر. يعني طبعا ما كان مسلط الضوء عليها قبل، لأنه يعني كنا بطور التجربة وبطور التقدم لسه. يعني مبدئيا الفن الجميل اللي هو معرضنا كان أول نتاج يتوج ويسلط الضوء عليه. انتم مجموعة شباب من كلية الفنون الجميلة مشاركين بهي الفعالية او هيدا المشروع. خلينا نحكي عن المشاركين معكم، فقط من الكلية ولا في جهات أخرى معكم مشاركة؟ لا، في جهات أخرى، لأنه نحن عم نحاول مثل ما قلت لك إنه يكون الفن للجميع. للجميع تماما. يعني ممكن يكون من غير اختصاص، بس هو حدا موهوب، حدا عنده بذرة فن جواته، فنحن بناخده وبننمي له اياها. بجوز يختص بالجامعة باختصاص تاني، بس بيكون عنده عين حلوة، كيف عنده يتم ثقافة رعايته بصرية. أو دعمه؟ اي حدا بده يشارك، يعني اللي عنده بذرة فن مثل ما عم تقولي، بتم رعايته او تدريبه او دعمه؟ بالبداية بيكونوا الأهل هن واعيين للقصة، فبيبعتوا لنا اياه أو بيسجلوه عنا بأي شكل، أو بيسمع عنا بيجي نقعد معه بنشوف شخصيته، بنقول له رسوم، بنعطيه مساحة حرة لأنه يشتغل على أساسها من وجهه. إنه يعني ممكن ناخده لتفريغ طاقة، ممكن لا يكون عن جد عنده عين حلوة وعنده ثقافة بصرية، إنه لا ممكن يطلع منه فنان. هذا مباشرة نحن بنخبر أهله على أساس يا بنتبنى وبنرعاه نحن، يا أما ممكن إنه بيقعد عنا فترة وممكن يتوجه لشيء تاني، لأنه مو كل الأطفال أو مو كل اليافعين حتى انه بنفس المستوى او نفس التوجهات. نعم، نحن عم نحكي عن مرحلة، يمكن مرحلة التحضير والتأهيل وفرز المواهب بالشكل الصحيح، ولكن ما بعد ممكن التدريبات. مشروع شغف شو بيقدم للأطفال؟ مشروع شغف يعني نحن في عنا لقدام خطة انه نكفي بقصة المعارض ونكفي بقصة انه نعالج الطفل من خلال الفن. في كتير اطفال منطويين، لما عم نعمل جروبات كتير عم بيحبوا الفكرة، عم يكسروا هذا الحاجز، عم يصير عندهم رفقات. فكرة انه ارت كلاب او النادي كسرت لهم حاجز المدرسة انه يعني الخوف من انه مقعد الدراسة وهي القصص. فلما عم يجوا لهون عم ينفتح مخهم اكتر، عم يصير في عندهم ثقة بنفسهم اكبر، عم يحبوا الجو اللي قاعدين فيه، عم بينجوا. يعني كل الفكرة انه نحن نخليه يثق بنفسه ويفرغ طاقته بشكل مستثمر صح. يعني طيب، خلينا نحكي عن أهمية إقامة هاي المشاريع للأطفال اليوم في ظل الحرب اللي عم نعيشها. مثل ما قلتي عم يفرغ طاقته يمكن بالمكان الصحيح، هي قديش إلى يمكن دور إيجابي بتنعكس على نفسية الطفل اللي يمكن مر بظروف سيئة أو صعبة. في كثير من الأطفال مهجرين، في كثير من الأطفال مهجرين من مناطق سكنهم، كيف عم يتم استقطابهم بتنعكس بطريقة إيجابية من خلال
هي الدورات أو من خلال النشاطات والفعاليات اللي عم تقوموا فيها. ولما عم نحكي عن الفن فأكيد في مواهب عم يتم استثمارها للأطفال. هلا الفكرة إنه الأطفال يعني بحاجة هذا الشيء لكون إنه ما عاد في مطارح بصراحة، يعني ما عاد في أرياف أو ضواحي كتير إنه يطلع عليها الطفل ينفس عن حاله. لو ما كان إنه من بيئة تقدر توفر له هذا الشيء، بس كان ممكن أهله يقدروا ياخذوا مشوار مثلا يرفعوا عن نفسه أو شيء. فحاليا ما عاد في هاي الأماكن، قلت الإمكانيات أو قلت هاي المناطق اللي بيقدروا ياخذوا عليها. فحتى نحن لبعدين إن شاء الله في عنا فعاليات لنستقطب إنه نطلع برات المنشأة أو نطلع برات مرسم شغف ونطلع نعمل ورشات برا لاستقطاب أكبر عدد من الأطفال. تماماً. يعني لما يكون في تفريغ للطاقة بالمكان الصحيح واستثمار المواهب الصحيحة. وفي يعني في كتير يعني مشاريع لحتى إنه ناخذ الطفل نميله شخصيته أكثر. نعم ريما، يمكن أكيد في كتير من المشاكل والعقبات يلي بتعترض أي مشروع يمكن ببلش. خلينا نحكي يمكن عن أبرز النقاط يلي قدرتوا أنتوا أنكم تتخطوها يمكن، أو قدرتوا يمكن أنكم يكون بدل ما يكون في ثغرة يكون في شيء بالمقابل من النجاح. هلا الثغرة الكبيرة أو المشكلة الكبيرة اللي اعترضتنا هي بصراحة المجتمع. ما في إيمان بفكر الفن، ما في إيمان بإنه هذا الطفل ممكن. يعني أنا أول ما بوجه ابني مثلا كأم، إذا كان عندي ولد تماما بدك تطلع الطبيب، أنا بحس نجاح الحقيقي أو نجاح شغف الحقيقي لما طفل يفوت لعندي يقول لي انا بدي اطلع طبيب او صيدلاني او اي شيء، بس للاسف الشديد ما بينذكر انه انا بدي اطلع فنان. يعني هون كثير بتكون مزعجه القصه بالنسبه لحدا خريج كليه الفنون ومؤمن باهميه الفن. لما بنهايه كورس او بنهايه اي ورشه بيطلع طفل بيقول لي انا غيرت رايي بدي اصير فنان، انا بالنسبه لي هون نجح، هون فد الثغره اللي كانت بالبدايه. وهون بيصيروا الاهل بيامنوا بطفلهم اكثر، خصوصي بعد معرض الفن للجميع كثير حبوه كثير تشجعوا وحسوا انه اولادهم انجزوا. يعني حتى في اطفال بكيت يعني امبارح انه انا قدمت شيء. طيب خلينا بعد المعرض الفن للجميع، شو خطواتكم المتتالية؟ يعني شو المشاريع القادمة؟ لما تقولي انه يمكن حسيتي انه حققتوا الهدف او الرسالة الاساسية لإقامة هيدا المشروع؟ هلا شغف هو مساحة مفتوحة للفن. يعني ممكن اي فكرة مبدعة نحن حتى نتبناها، مو شرط انه نحن نطلع بافكار. اي حدا خريج او مو خريج، اي حدا عنده فكر مبدع ممكن نحن نتبناه، ممكن نحن لبعدين مثل ما قلت لك انه نطلع لبرات هذا المكان اللي نحن محصورين فيه، نعمل فعاليات على ارض الواقع. ممكن كمان نعمل يعني ممكن نعمل مخيمات للأطفال أو أي شيء إنه بيساعد بإنه نخلق بيئة أو جو صح للطفل. نعم. لكن ريم نحن أكيد يمكن فخورين بك بكل هدول التفاصيل يلي عم تقوموا فيهم والمشاريع يلي عم تقوموا فيهم، ولكن خلينا نحكي شوي جانب الأهل. قديش لازم يكون في تعاون بينكم وبين الأهل؟ قديش وخاصة إذا كان الطفل عنده حالة خاصة أو بيواجه حالة خاصة مثل مثلا اللي ذكرتي حالة الانطواء. تمام. هلا في أهالي واعيين للموضوع هذا، بيجيبوا لنا طفلهم وحتى بيتواصلوا معنا، حتى نحن عنا مرشدة اجتماعية بمرسم شغف بيتواصلوا معها، ممكن بيعرضوا مشكلتهم. في أهالي بيلاحظوا هاي القصة، في أهالي ما بيلاحظوا، بيحطوا ابنهم بس إنه مجرد إنه بدهم يفرغ أو مو يفرغ، يقضي وقت يمكن. تماماً. يقضي وقت إنه يعني حتى لو كان يمكن موهوب ما بيقدروا هذا الشيء أو ما بيدعموا. تماماً. نحن لما نكتشف هذا الشيء في أهالي بيحطوا بلوك وفي أهالي بيتفاعلوا. يعني لما يحطوا بلوك نحن ما فينا نستمر لأنه ما في اتعدى على خصوصية أسرة أنا. أما في أهالي بيتفاعلوا كتير. في أهالي كتير بيتفاعلوا بالموضوع ويعني هون نحن ممكن ننتج مع طيب ابنه. لأي
أهل حابين ابنهم يشارك معكم عم يتابعونا هلأ، كيف بتتم المشاركة أو الانتساب للمشروع؟ يمكن لأنه في مناطق كتير يمكن ما بتقدروا توصلوا لها، كيف ممكن يتواصلوا معكم وكيف ممكن يشارك ابنهم بالمشروع؟ الآن بيجيبونا يا نحن عنا طبعا يعني عنا سيستم معين بالتسجيل، بيسجل ابنهم بشهر معين أو بأسبوع أو حتى ساعات مفتوحة، يعني نحن ما لنا لازمين حدا بأنه يلتزم بشهر، إنه بوقت فراغك فيك تجي لعنا، أو يعني أنا بفضل الأهل يجيبوا بوقت فراغ، يعني أي وقت فيه ممكن تماما. نحن دائما من الـ 11 تقريبا، يعني بغير أوقات المدارس بالعطل الرسمية من الـ 11 للمساء، يعني منضل متابعين الطفل، لأنه نحن في عنا كذا اختصاص كذا أنسة، من بيجي الطفل بيختار، هو بيختار، نحن بنخليه يجرب كل شيء بيختار بالنهاية إنه شو بيحب يعمل، وعلى أساسه بيلتزم بوقت معين أو بيعطينا، بناخذ سي في ناخذ معلومات عن الطفل وعلى أساسه بيصير بيجي بتردد يعني بالأوقات اللي هو بيفضى فيهم يعني. نعم. يعني من ال 11 عم نقول للمساء، يعني في كثير من الشباب عم تشتغل معكم متطوعين في شغف؟ نحن ما عنا يعني متطوعين، نحن مشروع كامل. ممكن حدا يشتغل معكم من خلال التطوع ولا لا؟ ممكن، نحن يعني قلت لك مساحة مفتوحة، بنستقبل أي شيء، أي حدا عنده فكر مبدع. طيب وإذا أي حدا فيه يشيك على الشغل قبل ما يبعت أولاده في صفحة على الفيسبوك أو في ويب سايت بيقدروا؟ صفحتنا شغف أرت دائما أكتف لكل حدا يمكن تماماً. بيطلب وبيسأل وعنده أي استفسار. نعم تماماً. طيب شو بتحبي توجهي كلمة لجميع مشاهدي الأخبار السورية بالختام؟ يعني بس انه يعني نلتفت على الفن اكثر، نستوعب انه هذا الطفل عنده حاجات، انه ممكن انا وجهه وافرضه عليه اختصاص معين بالحياة، لا حتى ان ما كانت حابة انه توجهه لاختصاص معين، انه بس تفتح له المجال وتآمن بابنها لحتى يبدع. بس هي الفكرة اللي كنت بدي. نعم. لكن بالختام نحن بدنا نتشكر كل فريق مشروع شغف ونتمنى لكم التوفيق، وبنتمنى ايضا للاولاد انه هن يبدعوا اكثر واكثر، وللاهالي يدعموا اولادهم من اجل يمكن لانه هدول جيلنا، جيل المستقبل. وهيك ان شاء الله بينجحوا الاولاد دائما. شكرا كثير لك يا ريم. شكرا لتسليط الضوء على المشروع. أكيد مرسي. ريم الحايك منظمة فعالية أو مشروع شغف، بدنا نتشكرك على وجودك معنا، وأكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع مشاريعكم. نعم شكرا كثير لك. أما هلأ يعني